عليكم ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. اليومين دول مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وكذلك في الربيع مع فصل الربيع وقبل بداية فصل الصيف، منتشرة جدا حالات الحساسية بجميع أنواعها، سواء جلد، أنف، صدر، عين. انتشار غريب، واليومين دول تحديدا بنشوف في العيادات عدد رهيب جدا من حالات الحساسية. تعريف الحساسية إن جهاز المناعة بتاع جسمنا المفروض إن هو بيحمي الجسم وبيهاجم الميكروبات، فيروس أو بكتيريا اللي بتهاجم الجسم، وبتقوم بينهم حرب عشان ينتصر على الميكروب اللي بيأذي الجسم ده. جهاز المناعة دوت بيتوجه لمحاربة مواد المفروض إنها طبيعية ومش مؤذية للجسم، اللي هي فيروس ولا بكتيريا، ومواد طبيعية في الحياة العادية وبتستخدم سواء في مأكل أو مشرب أو ملبس أو حاجة، وبيحصل بينهم حرب. التفاعل دوت بيؤدي إلى حدوث حالة الحساسية نتيجة إفراز مواد معينة في الجسم من ضمنها مادة الهيستامين. مفيش سبب طبي واضح للحساسية، كلها افتراضات وتوقعات، وطبعا العنصر الوراثي دايما موجود وبقوة. يعني فرصتك ان انت يجيلك حالة الحساسية بتزيد اذا كان في اقارب خاصة في الاسرة من الدرجة الاولى عندهم حساسية متكررة. التفاعلات اللي بتحصل ما بين جهاز المناعة وبعض المواد، المواد دي احنا بنسميها مسببات الحساسية. من ضمن مسببات الحساسية المشهورة فضلات الحيوانات الأليفة زي القطط والكلاب، حبوب اللقاح اللي بنشمها في الهواء. حاجة تانية مهمة جدا اللي هي الأبخرة ومخلفات المصانع. بعد كده عندك بعض الأدوية زي البنسلين والسلفة والأسبرين. في برضو بعض الأكلات زي الأسماك ومنتجات الأسماك والبيض وساعات الفول السوداني. في بعض النباتات أو الفواكه زي المانجا والموز والفراولة. في بعض المواد الكيميائية والمنظفات اللي ممكن تلمس الجلد برضو ممكن تؤدي إلى حدوث حساسية، وطبعا قرص الحشرات زي النحل، النمل، الأشياء زي دي ممكن برضو يؤدي إلى حساسية. أعراض الحساسية ممكن تكون مختلفة، من بسيطة جدا لدرجات متدرجة وتوصل لمرحلة طارئة قد تؤدي إلى الوفاة، اسمها صدمة الحساسية أو بالإنجليزي anaphylactic shock. من ضمن الأعراض البسيطة اللي بتيجي في حالات الحساسية نقول مثلا أكلان بسيط في الجلد، أو حكة شديدة في الجلد أو طفح جلدي، أو حكة في المناخير وسيلان في المناخير، دموع في العين أو حكة في العين. ممكن تيجي في صورة ضيق في النفس بسيط، ممكن تكون أشد شوية وتيجي في صورة مغص أو تقلصات، ممكن تيجي في صورة احمرار في الوجه، ممكن تيجي في صورة خفقان، ممكن تيجي في صورة دوخة أو دوار، ممكن تيجي في صورة تزييق في الصدر، ممكن تيجي في صورة تورم في الشفايف، ودي حاجة مشهورة بنسميها انجينيروتيك إديما بالإنجليزي، زي الإديما كده الشخص يصحى يلاقي شفايفه دي قد كده، أو فوق العين أو حوالين العين أو في الوجه أو حتى في الجلد تورم شديد، ونوبات بتروح وتاني يوم يلاقيه اختفى أو بعدها بساعتين ثلاثة، ودي بنسميها الأرتكاليا. وممكن يحصل معاها أعلى من كده وتؤدي إلى الإغماء، وممكن تحصل صدمة الحساسية
اللي بيحصل فيها هبوط في ضغط الدم وانسداد في القصبة الهوائية ومجاري التنفس، وبيحصل معاها صدمة عصبية، وممكن يحصل إغماء وفقدان كامل للوعي ولا قدر الله الوفاة. طبعا تشخيص حالة حساسية صعب جدا إلا إذا كان المريض عارف هو عنده حساسية من إيه، ومتأكد هو عنده حساسية من إيه، عن تجربة حصلت له حساسية من أشياء معينة، دواء أو كده. ومن ضمن طبعا أسباب الحساسية اللي نسيت أقول أو المهم جدا البنسلين والسلفة والأسبرين. لو المريض مش عارف هو عنده حساسية من إيه، هنا بتواجهنا صعوبة كبيرة في التشخيص، ولازم نقعد مع المريض فترة طويلة وناخد تاريخ مرضي مفصل عن كل حاجة في حياته، وقد نلجأ لبعض الفحوصات زي اختبار الحساسية، سواء اختبار الحساسية تحت الجلد، وده بيكون مفيد إذا كنا شاكين في حاجات ليها علاقة بحساسية البنسلين أو بعض الأدوية أو بعض فضلات الحيوانات أو بعض الأكلات، إن إحنا بنعرض الجلد للمواد دهيت أو بنحقنها تحت الجلد مخففة وبنشوف رد فعل الجسم عليها. وساعات بنضطر نعمل مجموعة كبيرة من الفحوصات في الدم لكريات الدم البيضاء ومواد الحساسية في الدم والأشياء ومادة الهستامين وغيره. وفي تيست او اختبار اسمه التشالنج تيست، والاختبار دوت بيفيد في حساسيه الاطعمه، ان احنا بنمنع نوع معين من الاطعمه شاكين ان هو عامل حساسيه للمريض لمده، بنمنعه عنه لمده اسابيع، وبعد كده بنبدا ندهوله وبنشوف رد فعله على تلقي هذا النوع من الطعام. وديت من أهم الحاجات اللي بنساعد أو بتساعدنا على تشخيص حالة حساسية. بالنسبة لعلاج الحساسية، إذا كنت عارف أنت عندك حساسية من إيه وبتجيلك ما بين حين لآخر، فبتبقى عارف بتتعامل معاها إزاي، مفيش داعي إن أنت تروح للدكتور. اما اذا ما كنتش عارف انت عندك حساسيه من ايه وبيجي لك نوبات حساسيه بسيطه من حين لاخر وما انتش قادر تحدد سببها، فبتروح للدكتور تكشف. وعاده مضادات الهستامين الادويه الحبوب بتجيب نتائج كويسه جدا. اما في الحالات الشديده فلازم تروح فورا على الطوارئ، وبنلجا ان احنا نديلك حقن للحساسية، سواء مضادات الهستامين عن طريق الحقن الوريدي أو التنقيط أو في العضل، أو إن إحنا بنديلك إبر كورتيزون طويل المفعول، أو في أسوأ الفروض بنديلك إبر أدرينالين أو إبينفرين تحت الجلد. وقد نلجأ للأكسجين خاصة أو موسعات الشعب الهوائية خاصة في حالات حساسية الصدر أو أزمات الربو الشديدة. أما في حالة صدمة الحساسية فديت حالة طارئة جدا وتتطلب التصرف السريع جدا قبل ما يحصل فقدان للوعي أو انسداد في مجرى التنفس ويؤدي إلى الوفاة. بنلجأ طبعا لإبر الأدرينالين والأكسجين وموسعات الشعب الهوائية. وإذا كان الشخص فايق، في بعض الأماكن بتخلي مع المريض إبر أدرينالين إبينفرين أو إبر كورتيزون سريعة المفعول جاهزة للحقن، بحيث إن هو لو فايق يقدر يحقنها لنفسه وينقذ حياته. أما إذا كان فاقد للوعي فبيتنقل على الطوارئ فوراً، ومحاليل وأكسجين وموسعات شعب، وبنحقنه بالأدرينالين تحت الجلد وبينام وبنرفع رجله لفوق عشان نأمن إن هو الدورة الدموية اللي راحة للمخ والضغط الدم ما يكونش
منخفض جدا، وبنغطيه ببطانية عشان نمنع الصدمة أو الشوك اللي ممكن يعمل خطورة حقيقية على حياته. وبرضو في إبر كورتيزون طويلة المفعول ممكن تمنع حالات حساسية الأنف أو الصدر أو الجلد اللي بتيجي في صورة شديدة، حساسية الجلد وبنسميها الأرتكاريا، وبتبقى معاها ورم شديد حوالين الشفايف وفي الجلد، فممكن تمنع النوبات لمدد مختلفة قد تصل لشهور إبر كورتيزون طويل المفعول. وزي ما قلنا الحالات البسيطة بيبقى حبوب المضادات الهستامين تكفي تماما. نصائح سريعة: إذا كان عندك حساسية وعارف أنت عندك حساسية من إيه، فأبسط الأمور امنع الحاجة اللي بتعملك حساسية وأمرك لله. إذا كان عندك حساسية وما أنتش عارف عندك حساسية من إيه وبتجيلك نوبات بسيطة، خلي دايماً معاك حبوب مضادات الهستامين لمجرد إن أنت تحس إن عندك بداية حساسية ممكن تاخد الحباية. إذا كان عندك حساسية صدر أو أزمات شديدة، فخلي دايماً معاك بخاخ للطوارئ تقدر تستخدمه عشان تفتح الشعب الهوائية لحد ما تروح للدكتور. إذا كان إن أنت من الناس اللي تعرضت لصدمة حساسية أو أنافيلاكتيك شوك مرة في حياتك، فحاول إنها ما تتكررش تاني لأن مش كل مرة ممكن تتلحق. وكلم المكان اللي أنت فيه، بعض الدول وبعض الأماكن بيخلوك تاخد أو تخلي معاك دايماً إبرة الكورتيزون سريع المفعول أو إبرة الأدرينالين إن أنت ممكن تنقذ حياتك بيها عند الضرورة. إذا رحت أي مكان طبي لأول مرة وما عندهمش فكرة عن تاريخك المرضي، بلغهم أنت عندك حساسية ولا لأ، وعندك حساسية من إيه، سواء دواء أو أكل أو نوع معين من قرص الحشرات أو أي حاجة، لأن دوت لازم يتسجل في ملفك الطبي، وفي نفس الوقت هيساعد الدكتور إن هو يشخصك بسرعة ويديلك العلاج اللازم. أتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة، وأشوفكم على خير، وما ننساش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، وإلى اللقاء. سلام عليكم.